في حديثنا اليوم من مصر نفتح صفحة جديدة من كتاب الإبداع والفن الذي برع فيه المصريون منذ فجر التاريخ، فن الرسم والتعبير بالألوان التي سجل بها المصريون تفاصيل الحياة بكل ما فيها، مع الفنانة التشكيلية المصرية الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين. ما هي الجداريات؟ جداريات دي أسرع وسيلة اتصال جماهيري. شوارعنا ومبانينا والطرقنا بشكل عام ألا تحتاج فعلاً للمسات جمالية ولمتخصصين في هذا؟ احنا عندنا شباب شاطرين جداً وظاهرين وواصلين للعالمية. ليه ما قلناش بنشوف تماثيل جديدة جميلة في ميادنا مضيئة ليلاً؟ الإضاءة دي تخصص. هتلاقي التماثيل القديمة في الميادين القديمة هي اللي برضو باقية. المدارس العامة في مصر الآن لم يعد بها حصة للرسم، لما بيوصلوا إلى ثانوية عامة كيف يختاروا كلية الفنون الجميلة وهم لم يتعرفوا عليها أصلا؟ مش هيخشوها، هيجي الكلية مش هيرسم. المدارس الحكومية اللي اتلغت تماما، اللي لغت الرسم دي، مش هتطلعي حاجة، هتطلعيها ازاي؟ طيب عن الفن التشكيلي، عن دور النقابة والفنانين في نشر ثقافة الفن والجمال في حياتنا. حديث العربي من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.